يغتالون باسم الإسلام. هتفكر مصر تكفر المذاهب الأخرى. هيكون فيه دماء، هيكون فيه سيارات مفخخة. هم داخلين في عناد مع الناس ومع التاريخ ومع الحقيقة. الحقد يملأ قلوبهم. هذا ما يفعله الإخوان المجرمون. ولذلك تساءل أين الله في أفعاله؟ أهلا بكم. سلسلة أهل الشر انطلقت من مصر، حيث حسن البنا، وحيث دعوة الإخوان، وحيث كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، هذا القرآن الذي يعتبر الإخوان الدستور، وكل التكفيريين في كل مكان في العالم هو الدستور الحقيقي الذي يستقي هؤلاء منهم كل فتاوى الدم والحرق والتدمير والتفجير والتكفير. لم يتوقف تأثير كتاب سيد قطب على مصر، وإنما تحدثنا على الإخوان في السودان، والإخوان في الجزائر، والإخوان في أفغانستان، والإخوان في باكستان، والإخوان في دول الخليج. أتوقف عند الإخوان في دول الخليج، حيث استطاع الإخوان النفاذ والتسلل إلى دول الخليج لتحقيق أمرين: دعوتهم، اثنين الحصول على فوائد مالية للإنفاق على مشروعاتهم وعلى خططهم، سواء في أفغانستان أو في أي مكان في بلدانهم الأصلي. أحد هؤلاء الأشخاص ذاع صيته من خلال وسائل التواصل، سواء التلفزيون أو وسائل التواصل الحديثة، وسائل اجتماعي، أو من خلال مقالاته، من خلال نوافذ إعلامية حديثة، وهو حديث عهد بالمناسبة، يعني لكنه من الرعيل الحديث إنجاز التعبير. استطاع هذا الشخص إن هو يلوث ويسمم أجواء مستقرة زي الأجواء الكويتية. شخصية النهاردة هو نبيل العوضي يا عماد. نبيل العوضي شخص عرف من خلال وسائل الإعلام إنه داعية، ويدعو من خلال المنابر، من خلال البرامج، من خلال المقالات إلى الله، هكذا كما استمعنا إلى كثيرين هنا في مصر. بعد فترة من الزمن ظهر على حقيقته بأنه يختبئ وراء هذا الداعية شيطان رجيم. هذا الشيطان كان بيلبس تحت عباءته الدعوية عباءة إخوانية دموية تكفيرية، هو يسير على طريق حسن البنا وطريق جهازه الخاص وطريق سيد قطب في كتابه بشكل لا تخطئه عين. هسيبك تعبر عن هذا الذي الفلسطيني بالمناسبة، اللي تجنس بالجنسية الكويتية لأمه لأن أمه كويتية، ثم بعد ذلك تنكر للكويتة وأخذ يحض على قلب نظام الحكم داخل الكويت حتى أسقطه عنه الجنسية وأعطوه ما يستحق. هنتكلم عنه، هسيب حضرتك تعبر برشتك، وهرجع للجمهور والمشاهد الكريم. نبيل العوضي ولد في 7/2/1970، يعني ده مش عارف حديث السن ولا، لأنه تقريبا نفس السن بتاعي، في الكويت. تولد في الكويت لأم كويتية وأب يقال أنه فلسطيني. أخذ بكالوريوس تربية قسم رياضيات وماجستير ودكتوراه من بريطانيا. 1990 كان أول خطبة خطبها نبيل العوضي، وكانت بعنوان، العنوان مهم جدا والخطبة دي مهمة جدا ومفصلية جدا في تشكيل صورة ذهنية عن نبيل العوضي داخل المجتمع الكويتي: المنكرات الظاهرة في المجتمع. المنكرات الظاهرة في المجتمع، طالما دخل في هذه القضية اعلم أنه قد قرأ وفرغ لتوه من كتابة معالم في الطريق، الذي يتحدث عن المجتمع، منكرات المجتمع، جاهلية المجتمع، تكفير المجتمع، الذهاب والابتعاد عن المجتمع. نفس الطريقة، يعني ربما لو كنت استمعت لهذه الخطبة في سنة 90 كنت أيقنت أنه قرأ كتاب معالم في الطريق لسيد قطب. 1995 ألقى أول محاضرة كانت بعنوان الدعاء، ودي أقامها في مخيم دعوي،
وكان بيلقي في هذا في هذه المحاضرة ملامح أفكاره وملامح الخط الفكري العام بتاعه، ووضح منه أن لديه مشروعا فكري. تم نقله بعد ذلك للعمل محاضرا أو مدرس في الجامعة، ثم بعد ذلك تقدم لشغل وظيفة إمام وخطيب يعتلي المنابر الكويتية، وصدر قرار وزير الأوقاف الكويتية بتعيينه إماما وخطيبا. ومن هنا بدأ نبيل العوضي يتجول بشكل واضح في المجتمع الكويتي، يعبث برؤوس العامة، يحاول أن ينقل أفكاره المسمومة إلى أناس ما عهدوا إلا الهدوء والاستقرار بعد أن من الله عليهم خلال السنوات التالية لتأسيس الدولة والاستقلال بالاستقرار المالي، لكنه أراد أن يحدث الكثير من الشغب الفكري بالدق على أوتار الفتنة الطائفية داخل الكويت. الفتنة الطائفية داخل الكويت بخلاف الفتنة الطائفية التي حاول الإخوان تنفيذها داخل مصر، هنا مسلمين وأقباط، هناك سنة وشيعة زي العراق زي إيران زي تركيا، هذه المنطقة يسهل فيها بث بذور ونثر بذور الفتنة الطائفية بين المسلمين بسنتهم وشيعتهم. من خلال المنبر ومن خلال اعتلاء المنبر بدأ نبيل العوضي في العمل الخيري. عنوان العمل الخيري علمناه هنا من الإخوان عندما قاموا بتأسيس الجمعيات الخيرية والتبرعات والأضاحي وشنط رمضان، وكل هذه الأمور أحدثت وصنعت وخلفت وراءها رأس مال اجتماعي تحول واستثمره الإخوان لرأس مال السياسي. تحرك نبيل العوضي في هذا الاتجاه في هذا المجال، إنه المجتمع الكويتي مجتمع ثري بطبعه أو غني بطبعه، وهناك فوائد مالية، هناك أصحاب خير. بدأ نبيل العوضي يؤسس جمعيات خيرية تجمع التبرعات، تتلقى التبرعات والزكوات والصدقات، ثم السؤال أين كان يوجه هذه العوائد؟ ده كان سؤال مهم جدا. بدأ في مبر اسمه مبر الطريق الإيمان الخيرية، ومن هنا بدأ يغدق على أفكاره وينفق على أفكاره ويحول أفكاره النظرية إلى أرض الواقع وإلى مشروع واقعي من خلال مساندته لما يحقق أفكار الإخوان التكفيرية والإرهابية من أرض الكويت إلى أراضي أخرى، وصل منها إلى مصر وتونس والجزائر والأراضي الفلسطينية، وصل منها إلى العراق، وصل منها إلى كل مكان، وكان بذرة إرهاب وفتنة داخل المجتمع الكويتي. ثم ارتقى قليلا أيضا ووصل إلى أنه كاتب مقالات رأي دائمة في الوطن الكويتية والشرق القطرية، وكان بينثر بذور أفكاره من خلال برامج في التلفزيون، حيث وصل عرض برامجه إلى 15 برنامج تلفزيوني، أشهرهم أروع القصص، ساعة صراحة، قبسات إيمانية، في تلفزيونات ومحطات الراي الكويتية وروتانا وإم بي سي. ومن هنا أصبح لنبيل العوضي اسما في عالم الدعوة، وأصبح له متابعون كثر في أنحاء الكرة الأرضية يستمعون إلى هذا الثري الكويتي الخير، لكنهم لا يعلمون بأنه تنكر لمن منحه الجنسية الكويتية. وسنرى في 11 أغسطس 2014 أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قرارا خطير، هذا القرار يتضمن تجريد العوضي من جنسيته القطرية. نبيل العوضي كنا نظن أنه كويتي، لكن تم تجريده من جنسيته الكويتية لأسباب عدة وأكثر من تفسير، لكن الخلاصة أنه في 11 أغسطس 14، يعني لسه ده الكلام ده قريب جدا، تم تجريده من جنسيته الكويتية. السبب في هذا أسباب حقيقية موجودة وأسباب كان بيقولها أنصاره. الأسباب الحقيقية الدعوة للعنف التي بدأ ينشرها على منابر الكويت، صفحات الجرائد الكويتية والقطرية والبرامج التلفزيونية، بدأ هناك خطاب عدائي، خطاب يحمل الكراهية،
منابر الكراهية الحقيقية ظهرت في أوج صورتها من نبيل العوضي في الكويت الشقيق. تصريحاته الواضحة الفاضحة ومساندته لجبهة النصرة داخل سوريا أزعج السلطات الكويتية، ثم دعوته لتسليح المعارضة السورية. ما هذا؟ يعني هذا الشخص الذي يمثل رافد من روافد الإخوان داخل الكويت، يعني كيف وصل به إلى أن يسمم الأجواء، يسمم المنابر الكويتية؟ يعني بهذا الشكل استطاع أن يستغل ويستثمر فوائد مالية وقدرات مالية وثراء إلى توجيهه إلى داخل الأراضي السورية لمساندة جبهة النصرة من ناحية، واستخدام المنابر للحض على الكراهية والعنف داخل المجتمع الكويتي. أخطر ما وضعت السلطات الكويتية يدها عليه في نبيل العوضي التحريض على الفتنة، التحريض على الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة كما قلت، وهو الملف الأخطر داخل الدول الخليجية. يعني هنا نتحدث الفتنة الطائفية خط أحمر، لا خلاف ولا يعني فرقة بين المسلم والمسيحي. هناك في الكويت الفتنة التي تهدد استقرار البلاد هي الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة. هو بدأ نبيل العوضي يعبث في هذه النقطة، في هذه النقطة تحديدا بدأ يلعب عليها نبيل العوضي، بيهاجم هذا ويؤلب هذا على ذاك، حتى وضعت سلطات يدها على موطن الداء داخل المجتمع بأنه نبيل العوضي. وبدأ بعد ذلك في محاولة إسقاط النظام الكويتي. إسقاط النظام الكويتي، نعم إسقاط النظام الكويتي. بدأ يهاجم أمير الكويت في أزمة الصوت الواحد في الانتخابات، واللي كان أصدر الأمير قرار ب معادلة الصوت الواحد في الانتخابات، لكنه رفض نبيل العوضي وبدأ يهاجم الأمير بشكل مباشر، وقيل بأنه كويتي له حق الاعتراض، لكن أبدا ما اتفق أحد على حقه في تسميم الأجواء بين السنة والشيعة، حقه في الدعوة للنصرة، حقه في الدعوة لتسليح الجيش السوري. بدأ الكويت ينظروا عليه وإليه على أنه أصبح حاملا لمشروع خارجي. هذا المشروع اكتشف أنه منتميا لتنظيم الإخوان المسلمين، ومتحدثا باسمهم في الكويت، ناطقا بأفكارهم في الكويت، بيحمل نفس المبادئ، نفس الأفكار، نفس المشروعات، نفس توجههم في سوريا، نفس توجههم في الكويت، نفس توجههم في مصر. كان دائما داعما وناقلا لما يقوله الكويت. ثم تأكد بما لا يدع مجال للشك أنه بيستقي تعليماته من التنظيم الدولي للإخوان، وعلى اتصال دائم بهم ولقاءات دائمة خارج الكويت في أوروبا، حيث يتوافد ويجتمع ويلتقي أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين سواء في تركيا أو في أي مكان آخر. حينما تم إسقاط الجنسية عن نبيل العوضي، عرضت قطر منحه الجنسية القطرية. ده واضح، قطر هي الوعاء الذي يحمل مخلفات جماعة الإخوان، قطر هي المكان الذي يأوي هؤلاء الفئران المذعورة الهاربة، قطر هي المكان الذي يتواجد ويتناغم فيه كل الأفاعي الموجودة من جماعة الإخوان الهاربين والضالعين، وقطر فيها كل المتناقضات، فيها كل الأفغان، حركة طالبان، فيها بقايا الإخوان وفلول الإخوان، فيها من تنظيم القاعدة، فيها من جبهة النصرة، فيها من تنظيم داعش، كل المتناقضات موجودة داخل قطر. قطر عرضت منح نبيل العوضي الجنسية القطرية، لكن ربما حدث في الأمر ما عكر هذا أو ما عطل هذا. يترأس نبيل العوضي اتحاد علماء الكويت، اتحاد علماء الكويت المتهم بنقل عشرات الملايين من الدولارات لداعش وجماعات جهادية أخرى في العراق. تهم واضحة المعالم. بيرأس اتحاد علماء الكويت زي اتحاد علماء المسلمين بتاع القرضاوي بالظبط.
ده متهم بنقل عشرات الملايين من الدولارات لداعش وجماعات جهادية داخل العراق وسوريا، كما أنه متهم بانضمامه إلى تنظيم رجال الدين المتشددين في لندن. تبين أن مدرسة بر الإحسان التي أدرها العوضي بلندن كانت على علاقة وثيقة بمنظمة المنتدى الإسلامي المتطرفة. زي ما قالت الديلي ميل زي ما احنا شايفين قدامنا على الشاشة، قالت انه متهم بانضمامه لتنظيم رجال الدين المتشددين في لندن، والديلي ميل كشفت هذا وفضحت هذا. تبين ان مدرسة بر الإحسان التي أدارها العوضي بلندن كانت على علاقة وثيقة بمنظمة المنتدى الإسلامي المتطرفة زي ما تقول المجلة، وقد اكتسب المنتدى الإسلامي الذي يتخذ من لندن مقرا له العديد من رجال الدين المتطرفين، وفر لهم منصة للحديث والتواصل مع أتباعه، كما أنه تعرض للتحقيق عدة مرات بعد ورود معلومات عن تمويله جماعة بوكو حرام المتطرفة فين؟ في نيجيريا. حتى جاء المنعطف الأبرز في مسيرته عندما كشفت صحيفة الديلي ميل اللي قدامنا البريطانية أنه مولى تنظيم داعش الإرهابي بملايين الدولارات حين كان مديرا لمدرسة ابتدائية إسلامية في مدينة برمنجهام، ثاني أكبر مدينة في بريطانيا. ده دولي، ده زي إبراهيم منير ويوسف ندى وصلاح، هو نفس القصة نفس المنهج اللي وصل بيه إخوان مصر داخل أوروبا خاصة داخل بريطانيا. لما نقول إنه لندن أيضا يعني بتحوي وبتجمع وبتحتوي كل هؤلاء، يعني وجد الآلية وجد الطريقة لكي ينشر ثمومه داخل المدارس الإسلامية والمراكز الإسلامية في لندن. صحيفة ديلي ميل قالت إنه حتى فبراير 2013 كان العوضي يقيم في بريكستون بجنوب لندن، يشغل منصب مدير مدرسة بر الإحسان الابتدائية المختلطة والتي تأسست في 2007، ومنذ ذلك التاريخ اقترن اسمه بداعش وبات يعد أحد المولين الرئيسيين لهذا التنظيم المتشدد. إذن نبيل العوضي داعشي يحمل الفكر الإخواني، تلميذ سيد قطب، وعمل على تطبيق هذه الأفكار في الكويت ونجح، ثم انتقل من الكويت إلى الأرض الخصبة في بريطانيا، وفضح نفسه عندما اعترف أنه بيستقي أفكاره ويتعلم من أفكار معالم في الطريق لسيد قطب. نستمع إليه. هذا الكتاب لو أذكره أنا أدري راح يسبب لي مشكلة، لكن كل كتاب فيه وعليه، له وعليه كل كتاب، يعني ما في كتاب إلا يؤخذ منه ويورد إلا كتاب الله سبحانه. أنا أحب ولازلت أقرأ من الظلال لسيد قطب، أختم التفاسير بالظلال، لأن أول شيء عندي الحصيلة في فهم الآيات، خلاص فهم السلف لها واضح عندي 100%. يعطيك سيد رحمه الله تجليات بالضبط، يعطيك جانب ما حتى تطرق له، الروحانيات في الآية هذه، الأدب في الآيات هذه، بعدين يعيشك في الواقع اللي أنت فيه، بعدين يعطيك الحماس اللي تتكلم فيه للجمهور. أنا أظن هذه التفاسير تكمل بعضها البعض، لكن الظلال لميزة. اعتراف واضح لا يقبل الجدل بأنه دستوره وقرآنه وكتابه ومنهاجه ومسطرته وبصلته كان كتاب سيد قطب معالم على الطريق. والله لا أدري كم يحمل سيد قطب على كاهله، وكم علق في رقبته من دماء أبرياء سقطت بفعل أفكاره، بفعل هذه الفتاوى التكفيرية التي ربما لم يسبقه أحد من العالمين. وعندما راجعت وقرأت في تاريخ الخوارج، حتى هؤلاء الذين خرجوا والمرجئة وكل هذه الملل، لم يصل أحد إلى ما وصل إليه سيد قطب في تكفير المجتمع بجراءة شديدة. وأذكركم أيضا بأنه سيد قطب نفسه كان شاذا في الأفكار وشاذا في التعامل مع العبادات، حتى أنه يعني لم يكن يصلي الجمعة، يعني كان بيقول لأحمد عادل كمال أنه لا جمعة في بلاد لا يوجد بها خلافة. كان إنسان مشوه الفكر بنظرة بسيطة إلى هيئة الرجل ونظرات الرجل، تستطيع أن تعرف
كيف انتقل من اليسار، من الماركسية أو من الاشتراكية، من معية عبد الناصر إلى معية حسن البنا، من معية الثورة ورجالات الثورة والأفكار الاشتراكية والإصلاح الزراعي إلى الأفكار التدميرية وأفكار تجهيل المجتمع وجاهلية المجتمع وتكفير المجتمع. هذا الرجل تأسى به الكثيرون، منهم هذا النبيل غير النبيل اللي هو العوضي الذي أفسد المجتمع الكويتي بأفكاره وبآرائه، وصل به الحال إلى أنه ينفث سمومه داخل بريطانيا. الدكتور جاسم يونس الحريري في كتابه الدور الخليجي في العراق ودراسة أحداث الموصل أشارت إليه صحيفة التليجراف، الدراسة دي وكتاب أشارت إليه صحيفة التليجراف البريطانية في 6 سبتمبر 2014 عن جماعة داعش. مصادر تمويلها أكدت أن الدول التي تمولها هي قطر والكويت، وستكون هي نفسها أكثر المتضررين من خطر هذه الجماعة يوما ما. ليه حطوا الكويت رغم الكويت كدولة يعني معاذ الله أن تصنع هذا؟ الصحيفة البريطانية قالت أن قطر والكويت تعتبر الممولين الأساسيين للجماعات في سوريا، مشيرة لأنه في عام 2013 قامت عدة محطات تلفزيونية ومواقع اجتماعية في الكويت وقطر بفتح منافذ إعلامية للجهاديين لطلب الإعانات والتمويل من أجل قواتهم وأسلحتهم. دي إمتى؟ في 2014 و13 عن طريق الجمعيات والمدارس والمحطات اللي فيها نبيل العوضي، لذلك وضعوا اسم الكويت. يعني صحيفة تليجراف بتقول الكويت هي القطر، قطر كدولة وأمير نفسه بيعمل هذا، لكن الكويت لم ولن يكن من الكويت كإمارة كدولة وكأمير وكحكومة إن هي تصنع هذا. لكن للأسف الشديد انتساب نبيل العوضي للكويت جعل تليجراف وجعل هذا الباحث يتحدث على أنه الكويت مولت داعش والكويت هي بتحارب داعش. فما جرى هو نتيجة وجود هذا الإخواني داخل الأراضي الكويتية متجنساً بالجنسية القطرية الكويتية متحدثاً باسم الكويت، وهذا هو الكارثة التي ألمت بالجميع من جراء أفعاله وهو موجود ومقيم داخل الكويت الشقيق. في كتاب داعش مقالات في العمق لمحمد حميد الهاشمي ذكر ما قالته الديلي ميل بالضبط بشأن العوضي، وذكر بأنه حصل على الجنسية الكويتية عام 98 بناء على جنسية والدته الكويتية قبل أن تسحبها الحكومة على خلفية نشاطاته الإرهابية اللي احنا قلنا عليها. أكدت تليجراف أن أهم الجهات التي تسعى لدعم وتمويل الجهاديين هي اتحاد علماء الكويت اللي بيرأسه مين؟ نبيل العوضي رئيس اتحاد علماء الكويت. ما احنا مش عارفين، نسمع يقول لك اتحاد علماء الكويت، اتحاد علماء المسلمين، جمعية خيرية، بسم الله الله أكبر، الصدقة، القرضاوي رئيس اتحاد علماء المسلمين. في النهاية كل هذه الجمعيات إرهابية تمول جماعات إرهابية وعمليات إرهابية. لا تصدق هؤلاء من خرب المجتمعات الإسلامية هذه الأموال والصدقات والزكوات التي تعطى لهؤلاء فيشترون بها سلاح. أذكركم بمجموعة شباب محمد اللي بدأت سنة 1939 تنفض وتخرج عن إطار حسن البنا وجماعته نتيجة أنه قال منظروها أنه جماعة الإخوان بتتلقى التبرعات وقفية كوقف للمساعدات الخيرية والفقراء والمساكين ومصارف الزكاة، لكن حسن البنا يأخذ هذه الأموال ويشتري بها أسلحة ويخزن هذه الأسلحة ويوجه هذه الأسلحة لقتال الأبرياء. هنا لابد من فتح التمويل الخفي عن طريق صناديق الزكاة وصناديق النذور اللي موجودة في كل مساجد إسلامية، وهنا في مصر كان لنا تجربة مريرة من خلال جمعيات أنصار السنة، من خلال الجمعيات الإخوانية، من خلال كل هذه التجمعات بيتم جمع الأموال وتوجيهها لشراء أسلحة والقيام بعمليات قذرة لا يعرف عنها الدين شيء ولا يعرف عنها الشرع شيء، وهم والجهل والضلال والكفر سواء. أكدت التليجراف أن أهم الجهات هي اتحاد علماء الكويت وكذلك حملة الكويت الكبرى التي جمعت مبالغ طائلة ذهبت لصالح داعش. في يوليو 11 قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت منع العوضي من الخطابة في جميع المساجد بسبب دعواته المستمرة إلى تسليح المعارضة السورية ضد النظام بشار، معتبرين مطالبة بأن دعوة للعنف.
وطالت الاتهامات نبيل العوضي كونه رئيس اتحاد علماء الكويت، وزاد من التصاق التهم به إعلانه في نهاية 13 أن حملة الكويت الكبرى قد نجحت في إعداد 8700 مجاهد، وسماهم مجاهد، سيتم إرسالهم للجهاد فين؟ في سوريا تحت راية داعش، وأن الحملة تنوي زيادة العدد إلى 12000 مجاهد. ده صانع للإرهابيين، صانع زي مين؟ زي عبد الرحمن السندي وأحمد عادل كمال، نفس الطريقة، بينتج إرهابيين بيدربهم في تنظيمات سرية وبعتهم لما يسميه هو الجهاد في سوريا. في وثيقة ظهرت واتنشرت في 2014 في أغسطس، الوثيقة صادرة عن عبد الله بن محمد الثام. الوثيقة بتقول بشكل واضح: تحية طيبة وبعد، أود إبلاغكم أن صاحبة السمو الشيخة موزة بنت نصر حرم حضرة سمو أمير البلاد المفدى قد وجهت باتخاذ اللازم نحو صرف مكافأة للداعية الكويتي الشيخ نبيل علي محمد العوضي نظير مساهمته في توجيه الرأي العام، دعم المواقف القطرية، التحولات الخاصة بكل دولة من دول الخليج. نتيجة الرأي العام وتوجيه الرأي العام الشيخة موزة منحته مكافأة، هذه المكافأة لم يتم الإفصاء عنها، لكن هذه الوثيقة يعني تسربت ووصلت إلى وسائل الإعلام. وقتها غرد الكويتيون عبر تويتر بأن العوضي يحرض على الإرهاب والفتنة ويدعم داعش في سوريا والعراق، لا نريده بيننا، فتم إسقاط الجنسية على نبيل عربي. نبيل العوضي هاجم الأزهر الشريف وهاجم الدكتور أحمد الطيب أكثر من مرة عند زيارته للكويت في 17 فبراير 14، وادعى أنه يسخر من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى تسجيل فيديو يتحدث فيه الدكتور الطيب عن قضية مرور المرأة أو الكلب خلال الصلاة، وهاجم القنوات الفضائية قائلا إن الأمة تذبح والأطفال تمزق والدماء تسيل والمساجد تقصف، وما زال تلفزيونك يعرض المسلسلات، وكان يجب عليكم أن كان يوجد حياء أن تقطع هذه المسلسلات وأن تكون هناك تغطية ساعتين على الأقل للأحداث. يبقى هاجم الأزهر، هاجم الإعلام، نفس الأفكار القطبية النقية دون تدخل، أفكار ملوثة واضحة من حسن البنا لسيد قطب لشباب محمد لأحمد عادل كمال لكل هؤلاء، وصولا إلى الجيل الأخير اللي فيه عاصم عبد الماجد وفيه وجد غنيم وفيه علي بالحج وفيه حسن الترابي وفيه الجيل الأخير نبيل العوضي اللي خرب وحاول يخرب الكويت ويوقع الكويت في أكثر من مشكلة، وبدأ يهاجم مصر بشكل كبير وقال إنه المغرب وتونس ومصر والكويت قريبا وباقي الدول، بيتكلم على ما يسميه بالربيع العربي، وكان فرحان جدا، بيقول لو ترك الخيار الحقيقي للشعب لاختار شريعة الله، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المغرب في الطريق، تونس في الطريق، مصر في الطريق، والكويت قريبا، بيدعو للثورات في هذه الدول. هاجم مصر كثيرا وهاجم على السلفية وتقلب من السلفية إلى الإخوان ثم استقر في الإخوان، وله فتاوى شاذة كثيرة منها ضرورة الحجاب بالإجبار، وأكثر من فتوى بيمنع فيها الأغاني وخلافه، وعنده 18 مليون متابع. الغريب عنده 18 مليون متابع على مستوى العالم، لذلك يعني أحد الباحثين تساءل، 11 مليون متابع وفي عنده 18 مليون متابع آخرين، قال إن إحنا فعلا نعيش قضية وعي حقيقية، قضية وعي، محتاجين البديل، محتاجين نقدم البديل، لا يكفي فقط أن نهدم هذه الأصنام، أصنام التكفير، وإنما يجب أن يكون هناك بديلا. وتواصل بشكل كبير مع حركة الإخوان في تونس وتقابل مع حماد الجبالي وكفر الدولة المصرية بحجة ما اسماه بأنه الدولة المصرية بتقف ضد مرسي وضد بقاء الإخوان المسلمين. ده نموذج سريع ولمحة سريعة عما يجري خارج مصر. في مصر عارفين، في الكويت والخليج وفي السودان جبنا نماذج، وفي الجزائر جبنا نماذج. هذه النماذج بتؤكد ان كتاب معالم في الطريق جاب الآفاق وتخطى الحدود، وهذا كله في رقبة من؟ سيد قطب. ماذا قال الدكتور المنظر امام التكفيريين وامام الضلال يوسف القرضاوي؟ فلنستمع. واقول بأسف، لقد كان رجال المباحث اصدق في الحكم علينا من اخواننا الذين عرفناهم وعرفونا،
وعايشونا وعايشناهم، وهذا ما يعاب على كثير من الإخوان، إنهم إذا أحبوا شخصاً رفعوه إلى السماء السابعة، وإذا كرهوه هبطوا به إلى الأرض السفلى. يوسف القرضاوي. أستاذ عماد، نبيل العوضي ده خليجي كان متدثر، كان مختبئ وراء الجنسية الكويتية وكشف أمره، ماذا قلت؟ فكرة غراب البين اللي هو بيدعم الميليشيات المسلحة لتفريق أو ده غراب تشتيت. فوق كتفه ده رمز لأنه هو بفرقة بين الناس وبعضها وداخل بالزبط. شيعة بالزبط. وسنة داخل الكويت بالظبط. رائع رائع. الحض على الفتنة الطائفية، دعم الميليشيات المسلحة في سوريا، يعني نوع من التخريب المعهود والمعروف عن أمثال. يا أخي سبحان الله، الغضب دايما على وجوههم، يعني لا تشعر براحة إلى وجوه هؤلاء، لا يحب يعني هؤلاء الضحك. لأن الضحك بالنسبة لهم ضعف، بدعة وبدعة. أحسنت.